وبعض الأحزاب الصغيرة التي تدور في فلكه بالحفاظ على الدولة، انتهاك جديد للدستور وحل البرلمان، رغم أن الدستور كما كنت استمع إلى مختصين في القانون لا وجود لفصل، يقول لا بالحل ولا بالتجميد. هو أخي حسين، يعني نحن في ظل نظام يتفنن في انتساب الكلمات وانتساب المعاني، أو كما يقال تحويل الكلمات الكبيرة إلى كتاب. يعني الحديث عن محاولة خلافية يقودها البرلمان، لهذه خطر تنفجر في وجه، يعني على برلمان أن الذي يتحدث عن الانقلاب هو الذي نفذ انقلاب. المسائل القانونية لا أعتقد أني سأضيف عما كان يقوله الأستاذان. نحن على تجاوز الصراع والقانون عن قبل، لم بعد في الهاريين يحد احترام لا تعرف القانون، يبدو أن سيد لمين تريد أن تقول أنه ثم تناقض في المواقف لرئيس سعيد، كل يوم يطلع التوانسة بموقف في انتظار معالجة الصوت. سيد لمين، هاو نذكر سادة المشاهدين ونذكركم بالتناقض في الحقيقة في ظرف يومين اثنين فقط. ماذا قال سعيد البارحة وقبلها بيومين، وفي الأثناء نحاول معالجة الصوت سكايب أو حتى نمر إلى الهاتف. يلا شوف السعيد. لقد تم احترام إجراءات الدستور، لأن الدولة كانت تتهاوى وكانت المطالب في كل مكان تتصاعد بحل المجلس، ولكن لم يتم اللجوء إلى الحل لأن الدستور لا يتيح ذلك، بل تم فقط التجميد حتى يتم تنظيم انتخابات جديدة. وبناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي.